بيقول أينشتاين: أهم شيء هو ألا تتوقف أبدا عن طرح الأسئلة. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شريف القفاص، وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وكواليس العلم. في الفيديو ده هنتكلم عن أسئلة حيرت علماء الفيزياء، ولحد دلوقتي ما قدروش يوصلوا لإجابة قاطعة ونهائية ليها. طبعا مفيش شك إن بشكل عام علماء الفيزياء معروف عنهم إن هم ناس أذكياء جدا، مش بس أذكياء، دول بينضرب بيهم المثل في الذكاء، ناس دماغها في منطقة تانية كده، قدروا يفهموا ويفسروا ظواهر كتير ويبدعوا نظريات عن الكون والذرة والمادة وغيرها من النظريات المهمة في العلم، واللي بتخلي الدماغ يهنج ويتعب لما بس يحاول يقرأ عنها. لكن ذكائهم ده مش معناه انهم جاوبوا على كل الأسئلة اللي في الفيزياء. في أسئلة علمية كبرى لحد دلوقتي مش معروف لها إجابة، أو إجابتها غير قطعية ونهائية. في الحلقة دي هنشوف مع بعض 5 من أهم الأسئلة الكبرى في علم الفيزياء واللي حيرت عقول أذكى العلماء. فيلا بينا نشوف الأسئلة دي. بس في الأول اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك وساعدنا نوصل الفيديو ده ل 500 لايك. السؤال الأول: ليه في اتجاه واحد بس للزمن؟ أينشتاين في نظرية النسبية العامة قال إن الزمن هو البعد الرابع في نسيج الزمكان. الأبعاد الثلاثة التانية هي أبعاد المكان، أبعاد الطول، العرض، الارتفاع. طبعا في الابعاد الثلاثة دول، الطول والعرض والارتفاع، بتقدر تتجه في اي اتجاه، للامام، للخلف، فوق، تحت. اما بقى الوضع بالنسبة للزمن فهو مختلف. في نظريات الفيزياء المختلفة من وقت نيوتن لحد اينشتاين وغيرها من النظريات، مفيش حاجة بتقول ان لازم يكون في اتجاه محدد للزمن. لكن من الحاجات اللي حيرت الفيزيائيين هو انه في الواقع في اتجاه واحد بس لبعد الزمن، والاتجاه ده هو دايما للامام. يعني احنا دايما بنكبر مش بنصغر، بنتحرك للمستقبل، ما نقدرش نرجع للماضي، وده اللي العلماء بيقولوا عليه سهم الزمن او التايم ايرور. فليه بقى في دايما اتجاه واحد للزمن؟ السؤال الثاني: كيف بدأ الكون؟ تعتبر نظرية البيج بانج او الانفجار العظيم هي النظرية المفضلة لعلماء الفيزياء في تفسير بداية الكون. من وقت تلسكوب هابل العلماء لاحظوا ان النجوم والمجرات بتتحرك بعيد عن بعضهم بسرعة كبيرة، فقالوا أكيد لو رجعنا لورا بالزمن في الاتجاه المعاكس هنلاقي إن كل شيء كان متجمع في نقطة واحدة. من هنا جت فكرة الانفجار العظيم. من نقطة متفردة عالية الكثافة عندها بدأ كل شيء في التكون. ومن خلال دراسة الكوزميك مايكروويفز الموجودة في خلفية الكون واللي تسبب فيها الانفجار، قدروا يحددوا إن عمر الكون حوالي 13.7 مليار سنة. المشكلة بقى ان لحد دلوقتي مفيش اي نظرية قدرت ان هي تفسر ايه سبب الانفجار العظيم ده، او ايه اللي كان قبل الانفجار ده. المشكلة ان العلماء بيقولوا اننا محتاجين فيزياء تانية خالص غير اللي احنا عارفينها علشان نوصل لفهم سبب الانفجار العظيم او ايه اللي كان قبله. عند نقطة التفرد عالية الكثافة اللي انفجرت، كانت القوة الاربعة الرئيسية للكون عبارة عن قوة واحدة، واحنا ما عندناش حاجة في الفيزياء دلوقتي تقول لنا ازاي القوة دي كانت بتعمل تأثيرها. كمان محتاجين نفهم تأثير قوى الجاذبية على مستوى السب اتوميك بارتكلز او الجسيمات الموجودة في الذرة، وده مش معروف حاليا. العلماء بيقولوا علشان نحدد بالظبط ايه اللي ادى للانفجار العظيم او ايه اللي كان قبله، فاحنا محتاجين لمزيج معقد من معادلات النسبية العامة وفيزياء جسيمات عالية الطاقة. والمشكلة انهم كل ما بيتعمقوا اكتر الحسابات الرياضية بتزيد صعوبة، يعني احنا محتاجين فيزياء مختلفة وكمان رياضيات مختلفة. علشان كده لحد دلوقتي بداية الكون بتمثل لغز بالنسبة لعلماء الفيزياء. السؤال الثالث: كيف سينتهي الكون؟ زي ما شفنا في السؤال اللي فات، كان في مشكلة عند علماء الفيزياء في التوصل لمعرفة بالظبط كيف بدأ الكون. في علماء تانيين بقى اهتموا بازاي هينتهي الكون، لكن السؤال ده ما طلعش اسهل من السؤال التاني. لحد دلوقتي برضو علماء الفيزياء ما لقوش إجابة قاطعة ونهائية عن إزاي هينتهي الكون. لكن المختلف هنا إن في اختيارات أو احتمالات للي ممكن ينتهي ليه الكون، وهما بالظبط 3 احتمالات. وضعوا الثلاث الاحتمالات دولت بناء على العلاقة ما بين قوى التجاذب وقوى التباعد. العلاقة ما بين المجرات والأجسام السماوية بتتحكم فيها قوتين، قوة تنافر وقوة تجاذب في الاتجاه المعاكس. وعلى حسب طبيعة تفاعل القوتين دول مع بعض، بيتوقعوا ان مصير الكون هيكون في احتمال من 3. الاحتمال الاول هو البيج فريز او التجمد الكبير. وفقا للاحتمال ده الكون هيستمر في التوسع، وهتستمر درجة الحرارة في الانخفاض نتيجة حاجة معروفة باسم الهيت ديث. النجوم هتنهار وهتتحلل كل المادة اللي في الكون،
وهتتوزع الحرارة بالتساوي، وده سبب انخفاض درجة حرارة الكون. وهينتهي الكون بالتدريج فارغ، وهتوصل درجة حرارته في النهاية أعلى من الصفر المطلق بحاجة بسيطة، يعني بأقل من الواحد. الاحتمال الثاني هو البيج ريب أو التمزق الكبير. في النظرية دي الكون برضه هيفضل مستمر في التوسع، مقدار التوسع ده هيزداد وهيكون أكبر وأقوى من قوة التجاذب ما بين أجزاء المجرات وبعضها. وهنا بقى هيحصل تمزق في كل شيء، المجرات والثقوب السوداء والنجوم والكواكب. قوة الجاذبية مش هتكون كافية لربط أجزاء الحاجات دي كلها مع بعضها، وكل شيء هيتحلل، والكون هينتهي إلى إنه ممتلئ بنقاط تفرد وجزيئات غير مترابطة، وهيحصل تمزق غير محدود، ده حتى يعني أجزاء الذرات حتى تمزق. الاحتمال الثالث لنهاية الكون هو البيج كرانش، أو يعني ممكن نسميه الطحن الكبير. في النظرية دي توسع الكون هيستمر لكن لحد وقت معين، وبعد كده هيتوقف. قوة الجاذبية هتكون أكبر من القوة اللازمة لتوسع الكون، يعني هتسيطر قوة الجاذبية في وقت معين، وهيبدأ بقى إن الكون يقلل من سرعة التوسع بتاعه، وبعد كده يتوقف، وبعد كده يبدأ في الاتجاه المعاكس في الانكماش لحد ما ينهار على بعضه. وهنا بقى هتبدأ النجوم والكواكب والمجرات إن هي تبدأ تصطدم مع بعضها وتنهار، وينهار كل شيء وينتهي كل شيء إلى نقطة تفرد زي ما بدأ. وفي بعض النظريات الحديثة اللي بتقول هي دي دورة الكون، وهو ده اللي كان موجود قبل الانفجار العظيم، يعني الكون ينهار بالبيج كرانش لنقطة واحدة، ثم انفجار عظيم، ثم كون، ثم انهيار تاني بالبيج كرانش، وهكذا. دي كانت ثلاث تصورات مختلفة بيقدمها علماء الفيزياء لنهاية الكون، لكن دي كلها مجرد احتمالات. ايه اللي ممكن يحصل بالظبط؟ محدش عارف بشكل قطعي او نهائي حتى الآن. السؤال الرابع، ما هي حقيقة قوى الجاذبية؟ علماء الفيزياء زي ما احنا عارفين بيقولوا ان في اربع قوى رئيسية، القوى الكهرومغناطيسية والقوى النووية الضعيفة والقوى النووية القوية وقوى الجاذبية. وفي فرق واضح ما بين قوة الجاذبية والثلاث قوى التانية، وهو ان كل القوى دي ما عدا الجاذبية عندها اجسام مادية بتحمل عليها القوة بتاعتها وبتتفاعل مع من خلالها. يعني مثلا قوة الكهرومغناطيسية فيها الفوتونات، القوى النووية الضعيفة تعتمد على أجسام بوزون، القوى النووية القوية الكوارك، كل الجسيمات دي تم رصدها واكتشافها. لكن الفرق ما بينها بقى ما بين قوى الجاذبية إن قوى الجاذبية لم يتم رصد لديها أي أجسام زي دي، فإزاي قوى الجاذبية بتتفاعل مع الكون وإزاي بتأثر مش مفهوم لحد دلوقتي. في بعض النظريات بتقترح إن في حاجة اسمها الجرافيتون، ودي عبارة عن أجسام بتتم من خلالها عمل قوى الجاذبية، لكن دي برضو مجرد اقتراحات نظرية ولم يتم رصد هذه الأجسام ولا معرفة خصائصها حتى الآن. السؤال الخامس، هل يمكن الوصول لنظرية موحدة لقوانين الفيزياء؟ حلم بيدور عليه علماء كتير ولحد دلوقتي مستمرين في البحث عنه. هل ممكن نوصل لنظرية واحدة توصف كل قوى الكون الرئيسية؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده في قوى أربعة رئيسية للكون، القوى الكهرومغناطيسية، النووية الضعيفة، النووية القوية، وقوة الجاذبية. الهدف بقى اللي بيأمل ليه علماء الفيزياء إن هم يوصلوا لنظرية واحدة تقدر إن هي تفسر أي ظاهرة فيزيائية في مجال معين، وتوضح إزاي بتتفاعل قوى الكون المختلفة دي مع بعضها. وعلى فكرة عملية جمع النظريات الفيزيائية المختلفة تمت قبل كده، يعني مثلا القوى الكهرومغناطيسية كانت أول نظرية مجال موحد وضعها ماكسويل ما بين المجال الكهربي والمجال المغناطيسي. بعد كده بقى جه اينشتاين وحاول ان هو يجمع معاها قوى الجاذبية في نظريه واحده لكن ما قدرش. وحاليا بعض العلماء بيقدموا محاولات لجمع القوى الرئيسيه دي من خلال نظريه تسمى بالسترينج ثيوري او نظريه الاوتار. في النظريه دي بتوصف كل الجسيمات الاوليه على اساس ان هي اوتار مهتزه لكن بانماط مختلفه، فبتنتج عنها جسيمات مختلفه. لكن برضه ما زال العلماء بيتعاملوا بحذر مع النظريه دي لافتقادها لاي بيانات مؤكده. في بقى بعض المحاولات التانية عن طريق ما يسمى بحاجه اسمها الكوانتم جرافيتي، بتحاول تشرح الجاذبيه عن طريق حاجه اسمها جاذبيه الكم، عن طريق رياضيات مختلفه شويه، كوانتم ماثماتكس. فبرضه هل هيقدر الفيزيائيين ان هم يوصلوا في يوم من الايام لنظريه مجال موحد يقدروا ان هم يجمعوا فيها كل القوى الرئيسيه المعروفه؟ ده برضو سؤال مهم. دي كانت خمسة من أهم الأسئلة اللي بيحاول علماء الفيزياء إنهم يلاقوا ليها حل، والأسئلة الكبرى بشكل عام موجودة في كل العلوم،
مش هدف منها ان هو يتم الوصول لإجابة قاطعة ونهائية، لا، فايدة الأسئلة إنها دايما بتقدم نقط مجهولة وغامضة بتثير فضول العلماء، وممكن وهم بيفكروا فيها يكتشفوا حاجات تانية مهمة في الطريق. طبعا في أسئلة تانية غير الأسئلة الخمسة دول، وممكن لو حابين نعمل جزء تاني نختار فيه أسئلة تانية علشان نعرف إيه اللي شاغل بال علماء الفيزياء وبيفكروا في إيه. اكتبوا لنا في التعليقات لو حابين حاجة زي دي. وأخيرا لو وصلت لحد هنا فشكرا ليك، وده دليل كبير جدا على وجود اهتمام علمي وشغف كبير بالمعرفة عندك. نتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله، ولو عندك أي اقتراح أو سؤال اكتبه في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.